بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الوكيل العام للملك، السيد مدير الدراسات والتعاون والتحديث ممثل وزير العدل والحريات المحترم، السيد والي الجهة الشرقية وعامل صاحب الجلالة على عمالة وجدة أنقاذ، السادة عمال صاحب الجلالة على عمالة وأقاليم الجهة، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد رئيس الجهة الشرقية، السيد رئيس مجلس المدينة، السادة المسؤولون القضائيون بالمحاكم العادية والمتخصصة، السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة، والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة، والسيدات والسادة المحامون، السادة المسؤولون الأمنيون والمندوبون الإقليميون، السادة أطر موظفي هيئة كتابة الضبط، السادة مساعد العدالة ممثلي هيئة العدول والنساخ الموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء، السادة نساء ورجال الصحافة والإعلام، زميلاتي زملائي الأفاضل، أيها الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجلسة على تنظيمه المحكم لهذه الجلسة الرسمية، كما أعرب باسمي الخاص وباسم جميع السادة القضاة العاملين بدائرة محكمة استئناف بوجدة عن شكري وامتناني للسيد مدير الدراسات والتعاون والتحديث ممثل السيد وزير العدل والحريات لمشاركتكم في هذه المراسيم رغم مشاغلكم وكثرة أعمالكم وتحملكم مشاق السفر، وإننا نسجل هذه الالتفات بميداد من ذهب ونعتبرها تشجيعا لنا سعيا للسير قدما في مسلسل الإصلاح لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المشهد القضائي الوطني في المرحلة الراهنة. كما تقدم بالشكر الجزيل السيد والي الجهة الشرقية وصاحب عام الجلالة على عمالة وجدة أنقاذ والسادة عمال بعمالة الجهة لحضورهم معنا في هذه المراسيم. أيها الحضور الكرام، إليكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل على حضوركم مراسيم هذه الجلسة الرسمية التي تحتضنها هذه القاعة القضائية الشامخة في رحاب هذه المحكمة الرائدة في هذه المدينة الجميلة العزيزة علينا جميعا، بوابة المغرب العربي الكبير، وفي هذا اليوم الشاهد والمشهود لهذه اللحظة الخالدة في مسار المهني. حضرات السيدات والسادة، فبالغة هي السعادة التي تغمرني في هذه اللحظة، لحظة تنصيبي على رأس هذه المحكمة بعد موافقة الجناب الشريف أسماه الله عز أمره بمنحي شرف تعييني رئيسا أولا على محكمة استئناف بوجدة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه السيد وزير العدل والحريات نيابة عن جلالة الملك نصره الله. هذه الموافقة التي تعني تجديد الثقة في أهليتنا لتولي هذه المأمورية، وهي ثقة نعتز بها، وهي أفضل حافز سيحفزنا على الاستمرار في بذل المزيد من العطاء بكل تجرد ونكران للذات لما فيه خدمة الصالح العام الذي اؤتمنا عليه، وفي سبيل ذلك نتضرع إلى العلي القدير ليلهمنا الحكمة والبصيرة لأداء هذه المأمورية بما يرضي مستميرنا أولا ويجعلنا ثانيا عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلوات الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء. أيها الحضور الكرام، لا تفوتني هذه الفرصة لأذكر من جديد أن المغرب قد ولج حقا عهده الجديد الذي يجدر به وبتاريخه عهد الديمقراطية وعهد استكمال المؤسسات التي تكون فيها المؤسسة القضائية قوية ومستقلة ومحصنة من أي تأثير أيا كان نوعه، حتى تطلع بدورها في حماية الحريات واحترام حقوق الإنسان وإقرار العدل في المجتمع بفرض المساواة بين الجميع أمام القانون في ظل سيادة هذا الأخير كمدخل لا محيد عنه لربح رهان التنمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا الصدد نستحضر بإمعان كلام صاحب الجلالة في خطاب العرش 2013، يقول جلالته: ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرارته وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار. انتهى نطق الملك الثاني. ونحن على هذا الهدي نهتدي، وفي ظله ماضون وسائرون، والهدف هو تحقيق أعلى مستوى من النجاعة القضائية الكمية دون الإخلال بالجودة النوعية، وفق مسار تحديثي تصاعدي مؤداه تثبيت أنموذج المحكمة الرقمية بركائزها الإلكترونية وبكل أبعادها الحداثية ومعاييرها الدولية والكونية. فلا يخفى على الجميع
أن تحديث المنظومة القضائية وعقلنة تدبير الشأن القضائي مدخلان أساسيان لتجويد المنتوج القضائي وتأهيل العنصر البشري فيه، ومن خلال ذلك نضمن تنزيل مقتضيات الدستورية الجديدة ونضمن حسن تطبيق القانون. فكما قال جلالته: مهما تكن أهمية الإصلاح ومهما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآلية فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه وقوام نجاح هذا القطاع برمته. انتهى النطق الملكي الثاني. أيها الحضور الكرام، إن الرهان اليوم يقع على جميع فرقاء العدالة، كل من موقعه وحجم مسؤوليته ومدى استعداده لعمال الضمير المسؤول في أدائه المهني. فالحاجة ماسة إلى إعلان شأن القضاء ليس ميزة أو امتيازا له، ولكن لأن في ذلك ضرورة اجتماعية مشروعة. وفي الأخير أتعهد بأن أكون في قلبي هذه التوجيهات النيرة للقاضي الأول، أستنير بها في مهمتي الجديدة وأحتكم إليها في تدبير شؤون هذه المؤسسة، وذلك من أجل الرفع من مؤشرات عنصر النجاعة القضائية في هذه الدائرة القضائية. ولبلوغ هذا الهدف أناشد زميلاتي وزملاء السادة القضاة المحامين والسادة أطر موظفي كتابة الضبط وكل مساعد القضاء على مساندتي للقيام بهذه المهمة من أجل تحقيق الرغبة الملكية السامية الهادفة إلى جعل القضاء قاطرة لتوطير أسس الديمقراطية وترسيخ الثقة اللازمة للنهوض بالتنمية. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس الأول السابق الأستاذ ريس شرفي على الخدمات الجليلة التي قدمها للقضاء خلال الفترة التي قضاها على رأس هذه المحكمة، ولا شك في ذلك لما هو موسوم به من سمو الأخلاق والكفاءة العالية والنزاهة والاستقامة وحسن التدبير. وهنئه على الثقة المولوية الغالية التي أهلته يتقلد نفس المنصب على رأس محكمة استثنائية من حجم محكمة الاستئناف بفاس، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة. واسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي هذه وفي ظل هذه الأجواء أن أنتهز الفرصة لكي أعبر للسيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة الأستاذ فيصل الإدريسي على ما أكن له من تقدير، وأعتبره خير سند لي في أداء مهمتي لما عرف عنه من حس عال من الوطنية الصادقة المفعم بروح المسؤولية والتفاني في العمل وسمو الأخلاق وتجربة مهنية طويلة، والمشهود له بالكفاءة العالية والنزاهة والاستقامة والجدية مع حرصه الدائم على بقاء الانسجام القائم بين الرئاسة والنيابة العامة لدرء كل ما يؤثر على سمعة القضاء وحسن سير العدالة. أدعو الله التوفيق للجميع وأن يرينا الحق حقا ويلهمنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا سبله، حتى نكون في مستوى المسؤولية الملقاة على الجميع وعند حسن ظن سيدنا منصور بالله. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظ كافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخرى. لا شيء. باسم جلالة الملك أعلن عن اختتام هذه الجلسة الرسمية، وشكراً.